بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يغفر لنا وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، يقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي ولله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات لا تشبه صفات غيره عز وجل. وكما أن الله رب العالمين أزلي أبدي، لا ابتداء لوجوده ولا نهاية لوجوده، فصفاته القائمة بذاته الثابتة له أزلية أبدية، ليس لها بداية وليس لها نهاية. وقد ذكر الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وجوب معرفة 13 صفة لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات 13 تكرر ذكرها في القرآن وفي الحديث كثيرا، إما معنا وإما لفظا. لذا أوجب العلماء رحمهم الله على المكلفين معرفة هذه الصفات 13. أحبابنا الكرام، مفتي ولاية بيروت السابق أيام الخلافة العثمانية الشيخ عبد الباسط الفاخوري ذكر في كتابه الكفاية لذوي العناية وجوب معرفة هذه الصفات، والشيخ عبد المجيد الشرنوبي والشيخ محمد ابن يوسف السنوسي وغيرهم كثير من العلماء الذين ذكروا في مؤلفاتهم وجوب معرفة هذه الصفات، ومنهم الإمام النووي في كتابه المقاصد. أحبابنا الكرام، نذكر لكم هذه الصفات بشكل موجز، لأن الشرح والتفصيل والإسهاب في بيان شروح معاني هذه الصفات تحتاج إلى مجالس أكثر. لذا نحثكم على حضور مجالس علم الدين. الوجود، أي الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الوجود، فهو موجود أزلي أبدي لا شك في وجوده، قال في القرآن: أفي الله شك. الوحدانية، أي أن الله تعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، قال في القرآن: قل هو الله أحد. الوجود والوحدانية والقدم بكسر القاف، أي الأزلية، أي الله تعالى أزلي ليس له بداية، قال في القرآن: هو الأول. القدم والبقاء، أي الله تعالى موصوف بالبقاء، فهو سبحانه وتعالى لا انتهاء لوجوده، قال في القرآن: هو الأول والآخر، أي الذي لا نهاية لوجوده. والله سبحانه وتعالى موصوف بصفة القيام بالنفس. الوجود والوحدانية والقدم والبقاء والقيام بالنفس، أي قائم بنفسه مستغن عن كل ما سواه، فكل أحد يحتاج إلى الله والله لا يحتاج إلى أحد،
قال في القرآن: فإن الله غني عن العالمين، وموصوف بالعلم كما قال عز وجل: وهو بكل شيء عليم، يعلم الأشياء كلها قبل حصولها بعلمه الأزلي الأبدي الذي لا يتغير ولا يزداد ولا ينقص. وموصوف سبحانه وتعالى بالمشيئة، فكل شيء يحصل بمشيئة الله عز وجل، قال في القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وموصوف سبحانه وتعالى بالسمع، فسمعه ليس كسمعنا، نحن نسمع بأذن أو بآلة أخرى، والله ليس كذلك. وموصوف بالبصر، وبصره سبحانه ليس كبصرنا، نحن نبصر بحدقة أو بآلة أخرى، والله ليس كذلك، قال في القرآن: وهو السميع البصير. فالله عز وجل موصوف بصفات لا تشبه صفات غيره، والوجود، الوحدانية، والقدم، والبقاء، والقيام بالنفس، والقدرة، والإرادة، والعلم، والسمع، والبصر. الله تعالى موصوف بالقدرة، وهو على كل شيء قدير. وهو سبحانه وتعالى موصوف بالحياة، وحياته أزلية أبدية بلا لحم ولا دم ولا روح، قال في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي، أي الموصوف بالحياة. وموصوف سبحانه وتعالى بالكلام، وكلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، كلام الله عز وجل أزلي أبدي، كلام الله تعالى واحد بإجماع المسلمين، قال الله تعالى في القرآن: وكلم الله موسى تكليما. فنحن المسلمون نعتقد جازمين بأن الله موصوف بالكلام، وكلامه ليس ككلامنا، لا يشبه كلام العالمين. وفي هذا يقول الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه من علماء السلف الصالح: والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حرف. فهذا ما عليه المسلمون من أن كلام الله تعالى ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، كلامه لا يشبه كلام العالمين. لا كما يقول بعض الناس من أن الله تعالى لا يوصف بالكلام، ولا كما يقول بعض الناس من أن كلامه تعالى حرف وصوت ولغة، إنما ما عليه أهل الإسلام أن الله موصوف بكلام أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. والله تعالى موصوف بالمخالفة للحوادث، أي لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه. فالعالم بأسره خلق الله، فالعالم بنوعيه خلق الله، الأحجام منه والأعراض، الأحجام منه وصفات الأحجام، كل هذا خلق الله رب العالمين. الحجم الكبير والصغير، اللطيف كالنور والظلام، والكثيف كالإنسان والجمادات، خلق الله. وصفات الحجم خلق الله، صفات الحجم كالحركة والسكون والجلوس والاستقرار والتكلم بالحرف والصوت والتحيز في مكان وجهة والتغير والاتصال والانفصال، كل هذا خلق الله
والله تعالى الخالق لكل شيء لا يشبه شيئا من خلقه، قال في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحبابنا الكرام، لخصت لكم هذه المعلومات من كتب علماء المسلمين بشكل موجز يسهل فهمه لبقية الناس، فلذا نحثكم ولا سيما نحث الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم هذه العقيدة. تجدون هذه المعلومات في الكتب التي تدرس في معاهد وجامعات أهل السنة والجماعة في قسم العقيدة الإسلامية. أعاننا الله وإياكم على ذلك، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.